أطلق لاجئان سوريان هاجرا إلى كندا اسما مفاجئا لمعارفهما على مولودهما الجديد بعد فرارهما من الحرب في سوريا العام الماضي وحصولهما على الهجرة في مونتريال. وأطلق الوالدان اسم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على مولودهما الجديد تقديرا لما قام به ترودو تجاه اللاجئين السوريين على حد قولهما. وكان والدا الطفل آدم زهير وعفراء الحاج اللذان يقطنان مدينة كالجري وصلا إلى مدينة مونتريال الكندية في شباط فبراير الماضي خلال فصل الشتاء الكندي القارس مع ابنتهما نايا التي تبلغ 4 أعوام وابنهما نائل 3 أعوام. وتسابقت العديد من القنوات والصحف الكندية على إجراء لقاءات مع عائلة ترودو السوري والتقطوا العديد من صور للمولود الجديد بين عائلته وأقاربه. وقال الولدان لصحيفة ستار الكندية إنهم يشعران بالامتنان الكبير لمبادرة الحكومة الكندية بفتح الأبواب أمام توطين اللاجئين السوريين واستقبال أكثر من 40,000 لاجئ في كندا. وقالت والدة الطفل عفراء نحن نحب هذا الرجل ونقدره، لقد ساعد الكثير من اللاجئين وهو سبب وجودنا في كندا. وعبر والدا الطفل عن أملهما في أن يلتقي ترودو الصغير برئيس الوزراء الذي يحمل اسمه في يوم من الأيام. وتقول عفراء بيلان أن البداية كانت صعبة في كندا من ناحية التكيف مع طبيعة الحياة وحاجز اللغة ودرجات الحرارة المنخفضة دون الصفر، لكن الهروب من الحرب يشعرنا بالسعادة بالإضافة إلى ترحيبنا بأول طفل كندي لنا في العالم. وأضافت هو أول طفل كندي لنا، لقد سبقنا بالحصول على الجنسية. يشار إلى أن قرابة 40,000 لاجئ سوري تمت إعادة توطينهم في كندا منذ تولي ترودو منصبه كرئيس للحكومة في نوفمبر 2015.